حلقة جديدة في مسلسل التهجير والتغيير الديمغرافي في العراق تشهده محافظة ديالى هجمات شنتها الميليشيات على قرى قضاء المقدادية وخاصة قريتين نهر الإمام والهواشة اللتين أفرغتا من ساكنيها واستلمت الميليشيات زمام السيطرة عليها أكثر من 350 عائلة توجهت إلى مناطق القاطون والتحرير وخانقين بعد عمليات إعدام ميدانية وتجريف البيوت والبساتين وما تلاهما من عمليات قصف بقذائف الهاون استهدف قرى شوك الريم والعبارة والحروب وغيرها في منطقة إمام واس وفيما بدا أنها محاولة للاعتراف بعمليات التهجير تلك اقترحت وزارة الهجرة والمهجرين نقل النازحين إلى مخيم من في خانقين ومنحهم دفعة مالية قدرها مليون ونصف مقابل بساتينهم ومنازلهم وممتلكاتهم التي أحرقت السيناريو الذي حدث في ديالة عقب الهجوم الذي وقع في قرية رشاد ليس جديدا فقد تعود الأهالي أن يدفعوا ثمنا باهظا لأي خرق أمني أو صراع سياسي لا سيما في ذروة التنافس على مكاسب الانتخابات ويؤكد رئيس مجلس قضاء المقدادية عدنان التميمي أن المشاكل السياسية والفساد في المؤسسات العسكرية والأمنية في ديالا والصراعات الحزبية على المناصب كلها أسباب تؤدي في النهاية إلى تراجع الأمن في مناطق المحافظة لطالما تعرضت قرى ديالا لهجمات متكررة من قبل الميليشيات عبر القصف والاغتيالات والاعتقالات العشوائية فيما تؤكد منظمات حقوقية أن الهدف من تصعيد الهجمات هو التغيير الديمغرافي وما يزيد من خطوره الامر هو اتخاذ الحكومه قرارا باقاله قائد شرطه ديالا واستبداله بقائد من فرقه الرد السريع ينتمي لميليشيا بدر التي تتولى السيطره على تلك المناطق وتتحكم في قرارها الامني. مراقبون اكدوا ان الاستهداف المتكرر لديالا ياتي كونها تمثل مؤشرا لاستقرار العراق. حيث تحملت جزءا كبيرا من عمليات العنف الطائفي والتغيير الديمغرافي منذ عام 2003 وحتى اليوم كونها تقع على حدود إيران لكنها ذات غالبية سكانية لا تناسب المزاج الإيراني وما حدث في الانتخابات الأخيرة من خسارة الميليشيات لمكاسبها لصالح أخرى لا تقل عنها فسادا استدعى العبث مجددا بالخاصرة الرخوة في الجسد العراقي الذي تريد الميليشيات أن تنهش منه المزيد خدمه للاجندات التي تعمل لاجلها